أحسن الله إليكم الشيخ. يقول السائل: ما حكم الحلوى واللحوم التي تأتينا من الجيران دون طلب منا كصدقة، وذلك في أيام المولد النبوي؟ هذا المولد مبتدع، وصنعة الطعام فيه من البدع ومن اتخاذه عيدا، وليس في الإسلام أعياد غير عيد الفطر وعيد الأضحى، وما عداها فهي أعياد مبتدعة، وصنعة الطعام فيها لا تجوز، فلا تقبلوها، وقولوا لهم: هذا شيء لا يجوز ولا نقركم عليه، لأنكم إذا قبلتموها وأكلتموها فقد أقررتموهم على هذه البدعة. نعم.